وسط هذه الشوارع يتواجدون، يتجولون في الشوارع الرئيسية والفرعية لمحافظة صنعاء منذ الصباح وحتى المساء. حياتهم لا يقضونها كما يقضي الأطفال في العالم أوقاتهم بين اللعب والدراسة واكتشاف الحياة والمهارات وممارسة المواهب. ليست في حياتهم إلا مفردات البيع والشراء. حساب الإيجار هو كل ما يعنيهم من مادة الرياضيات، وهذه الشوارع المكتظة بالعابرين والتائهين هو كل ما يعرفونه عن الجغرافيا. أطفال العالم احتفوا قبل أيام بالعودة إلى المدارس وسط مهرجانات كبيرة، حاملين على ظهورهم كتب الدراسة، وفي أحلامهم كثير من الأمنيات لمستقبل قريب. أما أطفال اليمن فهم خارج هذا العالم، لا تشغلهم ألوان الحقائب المدرسية أو القرطاسيات. هذا الرصيف بديل لهم عن مقاعد الدراسة. يساومون المارة والسائقين وكل العابرين على أسعار زهيدة. نجمع الإيجار والصرفة والمرض وهذا. بكرة الصبح نطلب الله سرب الزلمة، جي نشتغل نبيعها ب200، يقع لنا 50 بعدها. نطلب الله نجمع مصاريف البيت، إيجار البيت. في حاضرهم معرضون لأخطار كبيرة كالجهل أو الابتزاز أو العنف. أما مستقبلهم فمحفوف بالغموض. إحنا نطلب الله ونندي إيجار البيت ونندي حق البيت، وهذه لأن أبي قدوم مريض راقد في البيت. وإحنا الحين نشتي نطلع شهادة من البلاد نتن ندرس هنا. نطلب الله هنا. خلف مشهد هذا الطفل أسرة تخفي الكثير عن تفاصيل حياتها وعن رغبة طفولية دفينة في العودة إلى الدراسة. ليست وحدها صنعاء من ترى هؤلاء الأطفال، بل كل محافظات اليمن من أقصى الشمال وحتى أقصى الجنوب تعرف هذه المشاهد. يعملون طوال ساعات النهار والحصيلة هذه.